أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت في الجلسة الأولى أن الجلسة الثانية للتحاور إن شاء الله، وربما فتحت لكن بعض الأبواب التي تساعد على المناقشة، وتكلمت عن اللغة العربية، بارك الله فيكن. فمن لها سؤال فلتتفضل أن تسأله مشكورة، وتفتح المايك وتتحاور لا بأس، يعني ليس كتابة بل صوتيا. السلام عليكم أستاذة، وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير على هذا الجمال، على هذا الأسلوب والطرح الجميل، الله يبارك فيك، ومرحبا بالأخوات جميعهن بإذن الله. بارك الله فيك. أنا فقط مداخلة، يعني سبحان الله اتفقت مع صديقتين من صديقاتي ومن قبل رمضان، ونحن نعمل هذه الجلسات كل جمعة، نتفرج أو نحضر شخصية تاريخية أو نقرأ شيء ونشارك البعض، بحيث الفكرة أن نتحدث باللغة الفصحى، ولكن لا توجد واحدة مننا مستواها أفضل من الأخرى أو متمكنة من المادة، فلا نعلم، يعني أنا أتكلم صح، أنا أتكلم خطأ، لا أعلم، ولكن نحن مستمرات، وعرضت مرة من المرات على مدرسة، ولكن سبحان الله كل له ظروف والناس منشغلين، فماذا تقترحين؟ ماذا؟ طيب، أولا أنت عربية أم غير عربية؟ أنا عربية، نعم. نعم، ولعل يعني ما يجعلنا جميعا لا نتقن الفصحى أن كل بلد من بلاد العرب أصبحت تتكلم وتتعايش بالعامية، نعم. فهناك يعني حلقة مفقودة بين العامية والفصحى. ولكن ما شاء الله أرى أنكن ما يعني سلكتن طريقا طيبا، وهو الاستماع وبعد ذلك الممارسة. فأي لغة يعني كي نتقنها، أنا عرضت قبل قليل يعني في الجلسة الأولى عرضنا وتكلمنا عن الوسائل وبعض النصائح كي نتقن الحديث بالفصحى، الاستماع والبحث والقراءة وكل ذلك، وبعد ذلك ممارسة الحديث بالفصحى. ف يعني طيب جدا ان كنا مستمرات، نعم، ولكن تبحثنا من على من هي اعلى من كنا لتصحح لكن، وايضا تتعلمنا منها. ولكن ان لم تجدوا يعني ان لم تجدنا فلا تنقطعنا، ربما تصرنا انتن يعني قدوة لغيركن إن شاء الله. بإذن الله، جزيتي خيرا إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. طيب، من أيضا تريد أن تدخل بأي سؤال؟ من تريد أن تفتح وتتكلم؟ لو سمحتي يا، كان عندي بس سؤال. حضرتك قلتي ان اللغه العربيه غنيه بالمفردات، هل كل المفردات لها نفس ذات المعنى ولا تختلف؟ يعني كلمه مثلا هناك قعود او فروقات، هناك فروقات طفيفة، ولكن نستطيع أن نعبر عن نفس المعنى بأكثر من كلمة. لكن هو ذات المعنى ولا يتغير ايضا في فروقات في نفس نستطيع الكلمات؟ مثلا نقول خرج أبي إلى العمل أو ذهب أبي إلى العمل، يعني هناك فرق بين خرج وذهب، ولكنهما في سياق الجملة أد يعني نفس المعنى، أد يعني أدى هذين الفعلين، قد أدى نفس المعنى أنه في العمل الآن وذهب إليه وخرج إليه وهكذا. كل كلمة طبعا يعني لها معنى خاص بها، ولكن نستطيع أن نعبر على عن المعنى بأكثر من كلمة. تمام، شكرا. نعم، وطبعا يعني نتحدث الآن بالفصحى، السبيل هو الحديث بالفصحى. طيب، أنا أسأل سؤالا من الأسئلة الموجودة، يعني لماذا الله عز وجل اختار اللغة العربية لتكون لغة
لغة للقرآن الكريم، يعني ما الحكمة في ذلك؟ من تقول؟ هي نزلت في أهلها، اللغة العربية نزلت في أهلها، فلذلك كانت إعجازا لهم بأن يأتوا بمثلها، لأنهم كانوا متمكنين من اللغة، وكانت ألسنتهم فصيحة، وكان لهم باع في الشعر وفي القصائد وفي هذه الأمور، فأتت بشيء هم أهل لها. وشكرا. نعم، أحسنتي، بارك الله فيكي. أنا عندي سؤال في هذه النقطة، لماذا اختار الله أن ينزل الإسلام بالعرب أو بمتحدثي اللغة العربية؟ لماذا لم ينزل بقوم آخرين؟ نعم، طيب لعل من كل من تجاوبها، من تستطيع أن تجيبها؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا اسمي ابتسام. ممكن يعني أتحدث لماذا اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لماذا اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية بالذات لأن تكون لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة. أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني طبعا اختار من الأول اختار الرسول من العرب، يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الرسول الكريم من العرب ولم يختاره من أي يعني أي مكان آخر؟ الله سبحانه وتعالى اختار سيدنا محمد يعني أو تشريفا لهم. نعم، واختار النبوة بالذات أن تكون تشريفا للعرب وتشريفا للغة عرب. العربية. نعم، ولأن أيضا العرب حتى يعني يتحدث مع العرب بلغتهم، يعني إذا أتى للعرب رسول من غير لغتهم فيعني كيف سيفهمونه؟ نعم، أنا يعني أقول أن الله سبحانه وتعالى اختار إذا الأول. نزل القرآن بلغة غير نعم، لغة العرب، ما وصلت، ما انتشر، أنا أقول وما بقي القرآن، نعم، لكن أنا أقول حكمة الله أن ينزل على العرب بلغتهم، وكذلك كما قالت الأستاذة بلقيس يعني ليتحدى العرب. أقصد ولكن هناك أعلم. معلمتي، اسمحي لي أختي، أقصد معلمتي أن طيب، كانت هناك حضارات أقوى من حضارات بارك الله فيكن. كانت يعني هناك. اللغة العربية تمتاز عن اللغات الأخرى، من تعرض لنا يعني الأشياء التي تمتاز فيها اللغة العربية؟ هل تسمحي لي أن يعني أستطيع أن أكمل أتكلم؟ الفكرة؟ معلمة، هل تسمحي لي أن أكمل الفكرة؟ نعم. الفكرة أن الله سبحانه وتعالى كانت هناك حضارات أخرى أكبر من حضارة العرب موجودة في أثناء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار الحضارة العربية لأن يكون فيها الرسول ويكون فيها اللغة العربية، لأن هناك فضائل للعرب قبل الإسلام، فالعرب كانوا أهل مروءة رغم أنهم كانوا أهل جاهلية، كان عندهم يعني كانوا يكرمون الضيف، كان لهم أخلاق أن الحرة لا تخرج من بيتها بدون خمار، حتى لم يكن هناك قبل الإسلام حجاب، ولكن كان في العرب حجاب موجود، كان هناك أخلاق يعني تعتبر نصف أخلاق الإسلام كانت موجودة بالفعل في القبائل العربية، فلذلك الله سبحانه وتعالى اختار سيدنا محمد من العرب، واختار نعم اللغة العربية، واختار اللغة العربية لأن ينزل بها القرآن الكريم. طبعا هي إعجاز، هي القرآن الكريم نزل لأن اللغة العربية الفصحى كانت في الجزيرة، في شبه الجزيرة العربية، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إعجازا للعرب لنفسهم، ولكن نعم يعني الله سبحانه وتعالى اختار شبه الجزيرة العربية واختار النبي العربي واختار أن ينزل القرآن الكريم باللغة العربية لما يوجد في الحضارة العربية قبل نزول الإسلام من فضائل الإسلام التي كانت موجودة فيهم رغم عدم وجود إله أو وجود رسول يؤمنون به. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نعم لأتممها، يعني هي كانت موجودة. أحسنتي، بارك الله فيك. هل أستطيع أن أضيف؟ هل أستطيع أن أتكلم؟ نعم، تفضل يا أستاذة آية.
طيب ابتداء يعني مرحبا بكم جميعا، سعيد أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الجميل والثري. يعني أستاذة زينب متألقة ما شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا، في كنا جميعا. أنا كنت أحب أن أجيب عن سؤال: لماذا اختار الله عز وجل اللغة العربية لينزل بها القرآن الكريم؟ الأخوات الفضليات تفضلنا بإجابات كثيرة وجميلة، وأنا أعتقد أن الله عز وجل أجاب عن هذا السؤال في محكم كتابه جل وعلا حين قال: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. فيبدو أن اللغة العربية تحمل من القدرة على البيان العميق ما لا تحمله لغة أخرى، لذلك اختار الله عز وجل اللغة، هذه اللغة تحديدا، لينزل بها نهاية الرسالة. يعني حديثا كان الشاعر الألماني العظيم جوتا، وكان الرجل كان يتحدث باللغة العربية وكان يدرس الشعر العربي، وهو من عظماء الشعراء الألمان، وكان يقول إنه قد تعلم 7 لغات من ضمنها اللغة العربية، وقال إنه وجد فيها من البيان ومن العمق ومن البلاغة والقدرة على الوصول أو التعبير عن دقيق مكنونات البشرية وعن المشاعر المختلفة وعن الأشياء المختلفة ما لم يجده في لغة أخرى. فأنا شخصيا أعتقد اعتقادا قديما بهذا أن سبب اختيار الله عز وجل للغة العربية في هذه الحقبة من الزمن وبهذه اللهجة القرشية ليحفظ بها آخر كلماته وآخر كتبه جل وعلا، من أجل هذا السبب البيان. شكرا. نعم، أحسنتي، بارك الله فيك، معلومة جميلة جدا ما شاء الله، بارك الله فيك. من تريد أن تضيف شيئا؟ هات الكرسي يا منور. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ممكن أجيب؟ نعم. هي ليست إجابة بقدر ما هي تعقيب على كلام الأخت في الآخر، مع الأسف لا أدري اسمها، ولكن حياها الله ما شاء الله، عرض رائع وممتاز. نعم، ما شاء الله، أستاذة آية حسني. نعم. نعم ما شاء الله. أقول وبالله التوفيق، أولا لماذا كانت اللغة العربية؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا، الله سبحانه وتعالى سيرسل رسالة، هذه الرسالة ستكون لعموم البشر، إذا يجب أن يكون هناك اختيار في المكان، واختيار لمن يؤدي الرسالة، واختيار للغة التي ستقوم بتلك المهمة. هذه الرسالة المحمدية، هذه رسالة لكل البشر، لكل خلق الله، لكل عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى من قديم الأزل قال: إن الدين عند الله الإسلام. هذا منذ عهد إبراهيم عليه السلام، قبل نزول التوراة، قبل نزول الإنجيل، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا رسالة الإسلام هي رسالة منذ الأزل، كانت نعم ترسل لأمم بعينهم، برسل بعينهم، يعني كل رسول لم يكن يرسل إلى أمة الدنيا كلها، أمة البشر كلها، وإنما كان يرسل في أقوام محددين معروفين بلغتهم. أما نعم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي لكل البشر ولجميع الخلائق في كل زمان وكل مكان. إذا اللغة التي يجب أن تحتويها يجب أن تكون لغة عامة وشاملة، ولا بد وأن تتحقق لها شروط. الشروط قالتها أختنا أولا، وهي أن تكون لغة شاملة جامعة، لا يوجد لغة في العالم متخصصة كما في اللغة العربية، يعني لا يوجد في كثير من اللغات تخصصية ما بين المذكر والمؤنث، ما بين المفرد والمثنى والجمع، ما بين أنواع الجموع، ما بين التذكير والتأنيث، كل هذا التخصص موجود فقط في العربية. اللغة العربية ثاني أصعب لغة في العالم، قبلها اللغة
الصينية. لماذا؟ اللغة الصينية صعبة لكثرة حروفها، أما اللغة العربية فحروفها محدودة. هذا التحديد في الحروف يعطيها أولوية، لأنها رغم أن حروفها محدودة إلا أنها تعطي معنى بأقل من حرف، يعني الحركة تعطي معنى، والحرف يعطي معنى، والكلمة من حرفين يعطي معنى، والكلمة من 3 أحرف يعطي معنى، وقد تكتمل جملة بأكملها في كلمة لا تتخطى 3 حروف أو 5، قد تكتمل. نعم نعم هذا صحيح. اختيار اللغة كان مناسبا لاختيار الرسالة. أما اختيار العرب، لماذا العرب ولماذا ليس العرب؟ أولا العرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني آدم ولا فخ، فأنا خيار من خيار من خيار. هذه الرسالة التي هي أفضل الرسالات والتي هي جامعة شاملة هي رسالة محمدية، إذن يجب أن يكون من يؤديها أفضل الأشياء، لأن اخترنا اللغة أفضل شيء، اخترنا أول القائمة في اللغة، واخترنا إذن يجب اختيار أول اللغة، أول الرسل في المكانة والعظمة. فكان سيدنا محمد خيار من خيار من خيار، هو سيد ولد عبد المطلب، وعبد المطلب سيد ولد عبد مناف، وهكذا حتى نصل إلى إسماعيل عليه السلام. وكنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كما قلت بارك الله فيك، العرب خير أمة، وكما قلت يعني الله عز وجل اختار خير الأشياء، يعني خير الرسل، خير اللغات، خير كما قلت بارك الله فيك، عرض طيب. نعم، بقيت نقطة واحدة وهي الخلاف بيني وبين أختنا آية، ما شاء الله تبارك الرحمن. لغة قريش لا يعني لا خلاف أن لغة قريش لغة جزلة، لكن القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتحدث بلغة قريش وحدها فقط، وإنما تحدث بسائر لغات العرب. كيف تحدث بسائر لغات العرب؟ كل لغة فيها الغص وفيها الثمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا جيدا، ولم يتحدث بقريش إلا بأفضل ما فيها، ولم يتحدث بسائر اللغات إلا بأفضل ما فيها. قد تربو لغة على لغة في لفظة فيأتي بها القرآن الكريم، ولذلك تعددت القراءات القرآنية على اختلاف ألفاظها بألسنة العرب. لو كان القرآن بلغة قريش وحدها لاستهجنه غير القرشيين، نعم وإن القرآن جامعا لكل هي لغات العرب. المسألة، هي عذرا على المقاطعة، ولكن أعتقد أن المسألة كانت مسألة هي أشبه باللهجات، يعني لن يوجد استهجان، لأن الأمر الاختلاف ليس كبيرا بين اللهجات، يعني لا أعتقد نعم تفضلي. تحديد المسألة بأن هذه لهجة قريش، هذا هو محل الخلاف عندي، تحديد نعم المسألة أن هذه لهجة قريش، هذه القرآن الكريم ليس بلهجة قريش وحدها، هناك في قراءة حفص التي يتفق عليها أغلب المسلمون الآن، يتفق على قراءتها كثير من المسلمين، يعرفون لغة قراءة حفص، رواية حفص عن عاصم، ولا يعرفون بقية الروايات، ليس لأنها رواية قريش فقط، وإنما هي تحمل في طياتها روايات أخرى، قراءات لهجات أخرى من لهجات العرب. لا يمكن أن ننكر فضل قريش، لأن قريش كانت تستحسن من اللهجات الأخرى، من القبائل الأخرى، ألفاظها وتستخدمها، فتصبح قريشية باستخدام قريش لها، نعم وذلك نعم لأن قريشا كان لها الأفضلية بما لديهم مثلا من الكعبة بينهم، وبما لديهم من رعاية لبيت الله الحرام وهكذا، فيعني فربما للغتهم أو للهجتهم الحظوة أو الظهور، يعني هو أعتقد أنه هو موضوع فعلا متشعب وتكلم نعم فيه العلماء يعني بكلام كثير كثير. نعم لعل نعم قريش يعني انطقت من اللغات أو اللهجات أفضلها بسبب الوفود التي كانت تأتي إلى مكة وإلى الكعبة وهكذا، فكانت تنتقي من كل اللهجات التي تأتي إليها، ولعل القرآن واللغة العربية انتقت أفضل الكلمات أو أفضل التعبيرات، وابتعدت عن الكلمات المستهجنة أو البذيئة أو ما إلى ذلك التي تحمل يعني ثقافة غير راقية.
نعم هذا صحيح، جزاك الله خيرا. نعم بارك الله فيكم. يعني ننتقل إلى النقطة الثانية، يعني النقطة الأولى ما شاء الله أوفيتنا فيها كثيرا، يعني ما مميزات اللغة العربية؟ ربما أنتم قلتم يعني أغلبها، ولكن من تحب أن تضيف شيئا في رقم 2 فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر المشاركة في هذا المجهود الرائع، وأود أن أضيف إضافة بسيطة. من رأيي أن اللغة العربية هنا بعد أن شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها بأن ربط بقائها ببقاء القرآن والذكر، هي لغة جاءت لإعمال العقل، فتحول المسلمون في زمن ليس ببعيد إلى عباقرة، استخدموا اللغة لإنتاج الحضارة، وعندما تستخدم اللغة لإنتاج الحضارة فهي تبقى ببقاء الحضارة، فنطق بها المسلم وغير المسلم، فصارت اللغة ضرورة في كل فن. فأبدع العرب بعد ما أبدعوه قبل نزول القرآن بأن ألفوا المعاجم التي سهلت للناس النطق الصحيح، ومن هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى جعل اللغة العربية سبيلاً إلى العلم والتقوى، ومن هنا جاءت جماليات اللغة العربية، وأصبح يتذوقها من يتحدث بها ومن يتعلمها، سواء كان لهدف ديني أو سياسي أو عداه. واللغة العربية من جمالياتها أنها لغة تحس، عندما تسمعها وتتعود على سماع متونها وألفاظها وحروفها تستشعر جمالها، هي لغة دقيقة المبنى واسعة المعنى، من يتأملها يعشقها، ومن يعرفها يدرك جمالها إن كان عربيا لساني أو غير عربي. اللغة هنا هي وسيلة للتعبير عن المشاعر، وسيلة للتعبير عن الرجاء، يستطيع الإنسان مع الممارسة البسيطة لها أن يتمكن من قواعدها وإن لم يكن متخصصاً في اللغة العربية، وإن لم يحفظ كل قاعدة نحوية، وإن لم يدرس مبادئها، فهي لغة تعتبر زهرة التاريخ وشهادة ومنهى العذب، لها بيان ولها سحر، وهي مفتاح للحق، لأنها لغة القرآن الكريم، لغة الإسلام والسلام. اللغة العربية هنا لغة رائعة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يعني كما قلت اللغة العربية لها سحر، ولعلنا وجدنا من سحرتهم اللغة العربية، كما البخاري ليس عربيا وحفظ لنا الأحاديث النبوية في كتابه بعد تعلمه للغة العربية، وسافر وكان يعني يرحل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ليحفظ لنا سبحان الله السنة النبوية المشرفة، وغيره الكثير. مثلا عندنا أبو الحسن الندوي، هذا يعني كاتب هندي، له يعني أنا الذي أعلمه له وقرأته له، له 3 كتب يعني أرى أنها قيمة جدا جدا، ويعني من يعني الذي لا يعرفها فاته الكثير. له كتاب السيرة النبوية، كتاب رائع جدا تكلم فيه عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. له قصص الأنبياء، يعني كتاب أيضا أكثر من رائع. له أيضا القراءة الراشدة، يعني بعض الموضوعات التي تحمل الثقافة العربية وهو غير عربي. وهناك نور حقاني الذي صاحب النورانية، وغيرهم الكثير والكثير، يعني الذين تعلموا اللغة العربية من غير أهلها وأتقنوها وأبدعوا فيها وتركوا لنا مؤلفات إن تربى عليها الطفل كأنه تربى على يد شخص عربي، الأصل واللهجة واللغة رغم أنهم غير عرب. فكما قلت يا أختي بارك الله فيك، اللغة العربية لها سحر، ومن سحرها يتعلمها المسلم وغير المسلم. وأرى أن أو من خلال ما علمتهم
وما رأيتهم يعني أن غير الناطقين باللغة العربية يصلون إلى مرحلة الإتقان كما أنهم يعني من أهل اللغة. طيب بارك الله فيكن. النقطة الثالثة، يعني ما السبب الرئيس الذي يجعلنا أو يجعل البعض يخجلنا من التحدث بالفصحى؟ وصارت الفصحى، صار حتى بعض العرب، ليس أغلبهم، حتى بعض العرب لا يفهمون إن كلمناهم باللغة الفصحى، لا يفهمون، يحتاجون إلى مترجم يترجم لهم الكلام الذي يسمعونه رغم أنه من لغتهم. نعم. أود أن أشارك. عفوا، خليني أشارك سريعا لأني أريد أن أترك الاجتماع، فلدي أمر. نعم تفضلي تفضلي. أعتقد في رأيي أن السبب الرئيس في عدم استخدامنا للغة العربية هو أننا وقعنا فريسة للمستعمر، فبأسلوبه الماكر الخبيث بدأ بالتهجم والتهكم على لغتنا العربية، والسخرية منها تارة والتسفيه منها تارة واستصعابها تارة. استخدم كل وسائل الحرب إعلاميا وفي القصص والروايات والمسرحيات، غزا المجتمعات العربية في عقر دارها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الهدف في البداية يظهر أنه اللغة العربية، لكن في مكمونه ومضمونه هو طبعا بالدين الإسلامي. فتشتتت الشعوب العربية ورفضت استخدام هذه اللغة الرائعة، ويعني حاولت بشكل أو بآخر تبديل جلودها لتواكب ما بثه من سموم وأفكار في من خلال الإعلام والقصص. فهي حرب أصبنا بها، وللأسف لم نقف مدافعين عن لغتنا بما يشرفنا إلى الآن في كثير من المحافل، لكن هذا المحفل هنا مدعاة للفخر، فهي بداية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني تحياتي أخواتي الحبيبات، وتحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت واضح؟ نعم. تحية لكنا أخواتي الحبيبات، وما شاء الله يعني جعل الله مجلس علم وبركة ويعم بالنفع علينا جميعا يا رب العالمين. طبعا أوافق كثيرا وحي أختي الأستاذة أسماء حجازي على قولها، و يعني موافقة لقولها فعلا، فنحن العرب واقعين للأسف الشديد لمخطط تاريخي، مخطط تاريخي من أول ازدراء اللغة وازدراء الدين. وللأسف الشديد الأجيال الحديثة واقعة بشكل كامل تحت هذا التأثير، ونحن المعلمين الآن يعني نعاني ونقاسي من تعليم أبناء العرب، نعلمهم أن يعني سبحان الله أن لا يصدروا اللغة. نحن الآن نقاوم فكر الخارج الذي يغزو أولادنا، الذي يغزو بلادنا، الإعلام، المنتجات، كل شيء، حتى سبحان الله هم يغيرون طبيعة المجتمع حينما يوصلون الشباب النشأ إلى ازدراء اللغة. هم يوصلون لهم أن أنت عندما تتحدث بالفصحى فأنت من الجيل القديم، أنت كما يقولون أنت old fashion، أنت أنت ما زلت تحيا، أنت قديم. وأنا طبعا لا أفضل استخدام العامية، وإن كانت هي إحدى صور الفصحى بشكل أو بآخر، ولكن نحن الآن في حرب يعني معلنة أو غير معلنة للقضاء على العربية، وبالتالي هي وعاء الدين. فالدين محفوظ، سبحان الله، القرآن محفوظ بحفظ الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولكن نحن في حرب شرسة. تمام. إزدراء اللغة، إزدراء الثقافة العربية، ومحاولة تغريب المجتمعات الشرقية المسلمة، محاولة يعني تقليد الثقافة، إزالة الثقافة الإسلامية العربية بشكل يعني ظاهري وشكل جوهري.
بشكل شكلي وجوهري للأسف الشديد. يعني أنا سبحان الله لي صديقاتي وحبيباتي من المغرب وتونس والجزائر، سبحان الله هم وليس البعض ولكن هم يعانون أيضا من استخدام اللغة الفرنسية في بشكل واسع جدا، ولكن سبحان الله هم يحافظون على الهوية حتى في الملابس، في العادات، حتى في العادات المجتمعية البسيطة جدا نجدهم متمسكين بها. وهذا سبحان الله يعني مما الآن هناك صحوة في بلاد المغرب العربي لعودة اللغة العربية ولتعميمها في المصالح والحكومات وجعلها لغة معممة في لغة التدريس وهكذا. يعني ولا يفوتون هنا أيضا أن الإشارة أن ما كان يحدث في سوريا من تعريب الجامعات، فكان هذا شيء رائع، يعني لا أعلم إذا كنتم على علم به أو لنا أخوات من سوريا، فكانت لغة العلم في الجامعات هي اللغة العربية، كلية الطب باللغة العربية والهندسة، أعتقد هذه البلد العربية الوحيدة تعريب العلوم في الجامعات. وسبحان الله يعني لا شك أبدا أن يعني مجد اللغة سيعود، ولكنني يعني أشك أن هذا يعني تكون على أيدي من أبناء العرب. لا يفوتني هنا أيضا الإشارة إلى أن سيبوي هو لم يكن عربي، والذي ألف أعظم كتابا في العربية هو يطلقون عليه قرآن النحو اللي هو كتاب الكتاب، وتوفي وهو في الثلاثينيات من عمره، ولم يكن عربيا. الذي ندرس كتبه إلى الآن، الذي نحتاج بنظرياتي وكلامي. أيضا في نقطة أود الإشارة إليها خصوصا للأخوات، يعني الأخوات الأكاديميات الذين يدرسون في الجامعات والدراسات العليا، خصوصا نظريات اللغة وعلوم التطبيقية، وهذه ليست علوما حديثة والله، يعني الجرجاني الجاحظ سبقهم إلى كل ذلك في نظريات اللغة، وليس تشومسكي هو كما يقولون هو علامة العصر، لا، وسبق علماء العرب قبله بكثير جدا بقرون عديدة. فالعرب لهم السبق، نحن فقط في فترة يعني ركود، سيكون إن شاء الله بعدها صحوة، وهذا حال التاريخ، هو يعني علوم ثم هبوط وازدهار ثم أفول، هذه هي سنة الله في البشر. ولكن أرجو الله أن لا تطيل هذه الفترة من الركود، وأود أن أكون يعني قلت شيئا نافعا. شكرا جزيلا. طيب هل يمكنني إضافة شيء؟ هل يمكنني إضافة شيء لهذه النقطة؟ تفضلي. سأقول نعم. شيئاً أولاً بعد إذنك. نعم. أقول لنا 4 دقائق شيئاً، ولكن أريد أن نتحدث عن دورنا في نشر التحدث بالفصحى. ماذا يجب علينا نحن المتخصصون ونحن العرب كذلك؟ السلام عليكم. وعليكم نعم. السلام. أرغب في شكر القائمين على هذه المبادرة، إنها حقا مبادرة كنت أفكر بها منذ زمن وتم تحقيقها الحمد لله. أما بالنسبة للنقطة التي قمت حضرتك بذكرها، أعتقد أن أدوارنا هو دمج اللغة العربية مثلا بالبرامج أو بالإعلانات التي نتعرض إليها بشكل دائم، وعدم اقتصارها فقط على المسلسلات التاريخية أو أفلام الكرتون، لأن ما يحدث التعايش الكامل في كل شيء. نعم، لأنه ما يحدث عندما نتحدث باللغة العربية، معظم من يستمعون إلينا يبدأون في السخرية من نقطة أننا نتكلم، أننا خرجنا من فيلم كرتون، أو أننا خرجنا من مسلسل تاريخي، وهذا هو الربط دائما. نعم، وهذا لا يوجد ربط، لا يوجد تحدث باللغة العربية في البرامج اليومية أو في الإعلانات التي نتعرض إليها سواء على الفيسبوك أو على التلفاز وهكذا. أعتقد عند دمج اللغة العربية بكل هذه
المؤثرات التي نتعرض إليها عندما نتعرض لمزيد من اللغة العربية في كل هذه في كل وسائل الإعلام، سيصبح الموضوع أكثر تقبل، وربما سيعشقون اللغة العربية كما يعشقها معظم من تبحر في علمها أو درسها حتى بشكل سطحي. هل يمكنني إضافة شيء؟ نعم تفضلي. نعم شكرا. حسناً، إنني أرى أن النقطتين الأخيرتين يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً شديداً، لأن السبب الرئيس لأننا لا نتحدث اللغة العربية الفصحى بشكل دائم أننا لا نوقن الفائدة منها، وأننا لا ندرك أنها هي شخصيتنا وأصالتنا، وهي التي سوف تدفعنا للأمام، لأننا نرى الآن كل ما هو بارق، كل ما هو له لامع وله بريق وتهافت عليه الناس هو من صنع الغرب، وهو من صنع التكنولوجيا وصنع الأجانب، وهذا ليس بشيء سيء إلى نهاية الأمر، لأنهم عملوا للوصول إلى هذه المكانة، وهذا شيء يجب علينا تقبله، ولكن في نفس الوقت علينا أن نلقن شيئا، أننا يجب أن نتمسك بشخصيتنا وهويتنا، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى ما حققوا إذا فقط قلدناهم أو إذا قلدناهم أو أن نأخذ ما يفيدنا فقط وما يعيننا على التطور، ولكن كل التقليد أعمى ونمشي وراءهم كما الكثير وهم يخوضون. طيب، هو انتهى المجلس، وأتمنى أن أكون أفدتكن، وإن شاء الله كل سبت سيكون هناك مجلساً آخر، سيكون هناك مجلس آخر ومشرف آخر، وسعدت بكن اليوم، ولعلني أشترك أيضاً في هذه المجالس في لقاء آخر، وأراكن على خير في مجالس ودورات سابقة لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.